سأعطيكم أولا نبذة عن نجمة ذا فويس التي خلعت الحجاب وما قالته أمس الجمعة 7 فبراير 2020، ثم نرى الخبر المؤسف عن جواهر الكويتية، حيث أكدت المطربة بتول نجمة برنامج المسابقات ذا فويس الموسم الرابع أنها خلعت الحجاب لأنه لا يمكن أن يجتمع الفن والحجاب معا. وأضافت بتول خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج الجمعة في مصر الذي يعرض عبر شاشة الام بي سي مصر: شخصيتي ستظل كيفما كنت قبل خلع الحجاب، مضيفة: أنا مطربة ولست داعية إسلامية، وأتمنى من الله أن يهديني وأحترم الحجاب كثيرا. دي ياسمين مقدمة البرنامج، واستضافت بتول في البرنامج أمس الجمعة 7 فبراير 2020 هنا قبل خلع الحجاب، وهنشوف خلعت الحجاب إمتى. وبرضو تصريحات تانية قالتها. وكانت قد أثارت نجمة ذا فويس السورية بتول الجدل بين المتابعين بسبب خلعها للحجاب بعد خروجها من البرنامج عام 2018 بموسمه الرابع. وظهرت الفنانة في الآونة الأخيرة في أغنيتها الجديدة بصورة من دون حجاب، وتحدثت عن الموضوع مشيرة إلى أن خلعها للحجاب لم يغير أي شيء بشخصيتها، وقالت: موضوع الحجاب بالفن ما راح يمشي، وراح كون عكس التيار. وعن انتقاد البعض لخطواتها هذه قالت: أنا لا ألوم المجتمع على هذا الشيء، وهي صدمة للجميع، لكن مع الوقت سيتغير كل شيء. هنا وهي في ذا فويس بالموسم الرابع كانت ظاهرة باللوك ده اهو، وبعد كده خلعت الحجاب. ودي أغنيتها الجديدة: مبروك ألف مبروك يا ناجح، الله يهنيك، وكل اللي عرفوكي وحبوكي الليلة تلموا. وهنا أثناء برنامج ذا فويس الموسم الرابع، وهنا إعلان عن عصرونية للسيدات مع السلطانة بتول، صور متفرقة ليها جميلة، وعلى البساطة غناء بتول. وفي الشدة بتول، وهنا طبعا مواقع التواصل الاجتماعي ما سابتهاش وكتبت بتول تخلع الحجاب، وجابوا لها صور قبل وبعد الحجاب. ومن ناحية أخرى، صدمت الفنانة جواهر الكويتية جمهورها بإعلان إصابتها بمرض السرطان اليوم 8 فبراير 2020، الأمر الذي أثار ردود فعل مليئة بالتعاطف تارة والحزن تارة أخرى، إلا أن الجميع اتفقوا في الدعاء لها بالشفاء. دي جواهر الكويتية طبعا غير جواهر المصرية، وربنا يشفيها، ادعولها. مرض السرطان مرض صعب بيعاني منه الكثيرون مؤخرا، ربنا يكون في عونها. وجاء إعلان جواهر الكويتية عن هذا الخبر من خلال صورتين نشرتهما عبر حسابها على تطبيق سناب شات، وكانت الصورة الأولى من داخل المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج، إلا أنها لم تكشف عن وجهها، واكتفت بإظهار أحد الأجهزة المستخدمة في العلاج وجزء من سرير الشفاء في الغرفة التي تتواجد بها، وعلقت عليها قائلة: يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. دي أول صورة نشرتها، وتعليق: يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وعبرت الصورة الثانية عن الناجين من مرض السرطان، وعلقت عليها بالقول:
إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يا رب. دي الصورة التانية، وإن شاء الله تقوم بالسلامة ويتكتب اسمها مع المتشافين. وتناقل رواد التواصل الاجتماعي الصور على نطاق واسع، ورددوا الأدعية بالشفاء العاجل، خاصة أن هذا المرض من أقوى الأمراض التي تصيب البشر وتتسبب في وفاة الكثيرين. ونجمة جواهر الكويتية تزوجت مرتين، إحداهما من النجم الكويتي شهاب جوهر في مارس 2015، ولكنها انفصلت عنهما، ولديها 3 أبناء، مريم ويعقوب ومنى. وبدأت الفنانة جواهر الكويتية التمثيل في عام 1997، لكنها توقفت أكثر من مرة عن التمثيل، ومنها توقفها عام 2005، حيث أعلنت حينها اعتزالها العمل الفني بسبب المشاكل الموجودة فيه، إلا أنها عادت عن الاعتزال عام 2010. دي صور ليها، هي بتحب البوز ده اهو، اللوك اللي هي من الجنب. وهنشوف برضو تعليقها على الخيانة اللي تعرضت ليها، قالت ايه عنها. وللفنانة الكويتية جواهر عدة تصريحات، حيث عبرت ذات مرة عن حزنها لتجسيدها شخصية فتاة تخون صديقتها بإحدى حلقات سلسلة قصة هوانا، وذلك بسبب كرهها للخيانة التي قالت أنها تعرضت لها في حياتها الواقعية، نافية أن تكون قد أجرت عملية تجميل في وجهها، مؤكدة أن سبب انتفاخ خدودها هو تعرضها لحادث وليس حقنها بالبوتكس كما تردد. وأكدت الفنانة أن كراهيتها للخيانة يعود لتراكمات داخلية بعد تعرضها لها في حياتها الخاصة على يد أشخاص وثقت بهم لكنهم خذلوها، معتبرة أن طيبتها الزائدة كانت السبب في تعرضها لتلك الخيانة، معتبرة أن نزعة الانتقام توجد لدى غالبية النساء، منوهة أن بعضهن ربما تتسامح في ذلك، ولكنها بشكل شخصي لا تتسامح مع الخيانة التي تعتبرها أكبر جرح يمكن أن تتعرض له. دي جواهر الكويتية تعرضت للخيانة في حياتها الواقعية، صدمت من ناس افتكرت ان هم بيحبوها ولكن طلعوا خاينين. ربنا يشفيها، ادعوا لها بالشفاء من مرض السرطان، مرض صعب. لو اعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، قناتكم قناة اخبار النجوم. شكرا لكم.